حفل خيري حضروا مجموعة كبيرة من الوجوه الفنية الاجتماعية والإعلامية، جرى خلاله تكريم للأسطورة صباح وللفنان الشامل مروان خوري. كاميرا آخر الأخبار رافقت الحدث، كان لنا لقاء مع صبوحة ومع مروان خوري بالإضافة للقطات من الحفل يلي أحيوه مجموعة من طلاب روتانا أكاديمي. نادى اللايونز أنطونيس فخر الدين أحيى حفل خيري كرم فيه الأسطورة صباح الفنان الشامل مروان خوري، كما أحيى الحفل مجموعة من طلاب روتانا أكاديمي. بالتفاصيل من تبع سوا. صبوحة، طبعا هيدا مش اول لقاء بيجمعنا سوا، وبكل لقاء عم بتكوني مكرمة، خبريني قد ايه بتلاقي حالك محظوظة؟ الحقيقة انه هاي الحفلة عملت لي سعادة، لانه بتعرفي اللايونز يعني بيطعموا المسنين والفقراء وهيك، يعني جمعية خيرية، وهذا الشيء ساعدني كثير انه كمان كرموني. هاي مش اول مرة لايونز، ثالث مرة. فاللايونز ما فيش شك جمعية مهمة كثير، خصوصا لايون فخر الدين. يعني مش بس يعني كنا سعداء بوجودك، كمان كان الجو رائع جدا جدا وقت اللي اديت هالاغنيات كلها، وشفنا تفاعل العالم. ايه مزبوط، الناس تفاءلت مزبوط، وانا كل الموجودين ان كان مصريين او اردنيين بحبوني كثير، وللبنانيه حياه قلبي اكيد بحبوني، بس وعندي جنسيه الاردنيه والمصريه كمان. يعني نحب نعرف هلا شفتي عندك نشاطات جديده، يعني الاغنيه اللي تصورت كليب كثير حلو واصدقها بعد لهلا كثير حلو وناجحه. ايه طبعا، على طول عمر الامير وليد بحياتي، الفضل له بانه صورت هالغنيه، وهلا اخيرا طلبت منه اعمل دويتو انا استاذ وديع الصافي. بركي هيك بنودعكم بالدويتو بعد الشر عن وديع. ان شاء الله بعد الشر عنكم اثنيناتكم. ان شاء الله وديع ياخذ عمري والله يعطيك كل شيء، ما قلنا غيره. ورايحة على مصر بإذن الله، كمان في حفلة للأم اللي غنت لأولادها، أنا حبيبة أمها، أكلت منين يا بطة، أمورتي الحلوة كلها بدون يكرموني كمان، الله رد آخر الشهر. وبدي أعمل مهرجان الأوسكار الأغنية الفيديو كليب، كمان طلبوا من روتانا ياخذوا لي غنيتي وهيك المهرجان، من الله رد الله يوفقنا. وهيك شو بدي أعمل أكثر بالعمر، حتى كمان بعلبك مهرجان بعلبك عاملين لي فيلم وثائقي عني، وبدون يعني اطلع ليلي كمان، الله رد على بعلبك. صبوحة، بدي اسالك، وقت اللي بتسمعي الجيل الجديد هلا عم بيأدي لك اغنياتك وهالقد بحبوك وعم يغنوا قدامك، شو بتحسي؟ بنبسط فيهم اني تركت مدرسي وهالاجيال عم تغني لي اغاني، هذا شيء كثير حلو. اذا بدنا نسالك رايك بالطلاب يلي غنوا اليوم وهن طلاب روتانا اكاديمي، كيف لقيتيهم؟ عجبوني كثير الحقيقه، يعني كلهم عم بيطلعوا بيغنوا منيح. صحيح، يعني احنا ابتدينا زمان نجاهد سنين لصرنا منيح، هن بيطلعوا دغري منيح، الله يوفقهم ويخلي لنا روتانا كمان. كنت شوي عطلانه هم عم بتقولي لي قبل ما تقدم الاغنيه انه الاسطوره صباح موجوده ملبكه. اكيد مسؤوليه كبيره اوقف وغني قدام الاسطوره صباح بوجودها، بس انا كثير مبسوطه لانه اليوم صار لي فرصه يمكن ما صارت لغيري اني اوقف وغني قبالها، شيء كثير حلو. مروان، بالبدايه بدنا نقول لك الف مبروك على الجائزه التقديريه اليوم، وهيدا مش جديد عليك، يعني بنعرف في عندك جائزتين للميركس دور كمان. يعني بتشكرهم لليونز عن جد، فكروا فيه، فكروا بهالموضوع. هن كل سنه مثل ما عرفت انه بيهتموا بالفن، يعني في صدق وفي شغل حقيقي، وكل سنه بيكرموا حدا من الجيل القديم ومن الجيل الجديد. شغله كانت مهمه لي كثير اليوم اني اتكرم، وخصوصي كمان حد صباح، يعني هي شغله كثير مهمه وتاريخيه. بتمنى بيجي يوم من الايام انه كون بعمر متقدم، يكون بعدني بالساحه الفنيه، بعدني عم بشتغل، والناس بعدها بتقدم لي احترام او حب. ان شاء الله نكون قدرنا اعطيناكم فكره عن الاجواء الحلوه الليله. كانت معكم ميراي حكيم، اخر الاخبار روتانا بيروت.